طب وبعدين، طب انا عايز اسال اسئله ثانيه بعد اذنك عشان انا معانا 5 اسئله. طيب انا فين البيضه يا شيخ؟ ممكن اقول لك حاجه يا شيخ يا جماعه؟ بيضه يا جماعه لو سمحتوا، عايزين بيضه ومنديل بعد اذنك. نعم منديل. ايه هي يا جماعه مكونات سد الحنفي؟ دقيق وسكر وسمنه طبعا. الله 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 الله، انا بحب سد الحنف قوي. كده واحد واحد. طيب يا جماعه، المفروض احط البسطرمه زي البسطرمه. طيب شوفي انت عايزه تعملي ايه واللي انت عايزاه اعمليه. منديل بعد اذنك يا شيخ. طب يا استاذه، انا عايز اسال اسئله لو سمحت. في اكله يا جماعه بتحبها جدا من ايام الفراعنه، اكله قديمه جدا جدا. الكشري. وبنعمل لها، ثانيه واحده يا استاذه بعد اذنك. حاضر. وبنعمل لها احتفال بيوم واحد في السنه، والاكله دي ممكن ناكلها في اي وقت. الفسيخ طبعا. برافو. البيضه فين يا شيخ؟ برافو برافو. البيضه. ايه؟ البيضه. البيضه؟ ايه ده؟ ده مش الاجابه دي؟ انا عايزه بيضه. فين البيضه؟ اللي لسه المدرسه دي. لا لا لا، ما ينفعش يا حبيبتي، ما ينفعش. يلا بيضه؟ ما ينفعش، هو خلاص الشيف جاب. انت حطيتي ليه؟ تعالي خدي اللي انت خدي خدي حبه من عندي. لا خلاص. ايه حبه ايه دول؟ هما حاطين المكونات، المكونات مش حبه كمان. خلاص كده يا حبيبتي كفايه، انت كده. المهم الاكل خلص. هو ايه ده؟ انت بوظتي لي اللي انا بعمله خالص على فكره. يا استاذه كلمي الشيف. شوف الشيف يا حبيبتي، ما فيش حاجه. خلاص ما تزعليش، تعالي خليكي في فصلك بعدين. تعالي خلاص يا استاذه. ده بقى حطي يا حبيبتي. ما ايه ده يا استاذه بعد اذنك، خليكي في فصلك يا حبيبتي. من ايه ده اللي انت بتعمليه ده؟ ايه ده بجد؟ ده بجد ولا ده تهريج ولا ده ايه يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه ده؟ انا مش فاهمه حاجه بجد. هو ده بجد؟ ايم سوري، معلش معلش، ايم سوري. تعالي يا استاذه بعد اذنك هنا لو سمحتي. استاذه ده بجد؟ من فضلك ليش عملت في حاجه بتتحرق؟ في حاجه بتتحرق هنا على فكره. انت عماله من ساعه لما جيتي تقولي لي ان انت في المعادي. اطلع معايا، اطلع بس. اتفضلي. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضلي. هو ده بجد يا شيخ؟ انا مش فاهمه بجد ولا ايه؟ هو بجد، ما انا مش عارف هو ايه اللي بجد. طب عايزين نسال يا جماعه اسئله، نكمل الاسئله بعد اذنكم. انت على فكره كسرتي بخاطري. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد اذنك حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم. لو سمحت يا شيف، انا مش طب مكملة. لا استني حضرتك. لا 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 لا، خليكي الحلقه بس. لا لا معلش، طب سوري جدا. طيب. طيب. ده ايه ده؟ في طب ايه؟ طب بعد اذنك. طب ابعدي لو سمحت، وقف ابعدي. طب في مكانك لو سمحتي، لو سمحتي. يا جماعه بعد اذنكم، انا مش هينفع الكلام ده والله. الاستاذه كده في حاجه مش طبيعيه. تعالي بعد اذنك. لا لا مش هينفع يا شيخ، معلش. انا اسف. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا. سيبي. طب سيبي اكلها، انت مالك ومال اكلها؟ لا سيبي كملي. طيب خلاص هتنسحبي؟ لا مش هتنسحب، لا سيبي لو سمحتي الاكل بتاعها. هتاخديني معاكي في اوبر؟ هو في ايه يا جماعه بجد؟ هو في ايه يا حضرتك المخرج ولا ايه؟ طب في ايه؟ طب ده بجد فاهمه. طب تعالي بعد اذنك، انا هطلع فاصل ونتكلم. ايه والله العظيم يا رب حسيبي. تعالي هطلع فاصل، هطلع فاصل. لا ما اوقفها بعيد عني. طب ماشي، اصل واحده ليا. هطلع فاصل عشان لا ليا لا حبيب ولا قريب ولا قريب. تعالي يا استاذه، تعالي بعد اذنك. تعملي فيا كده ليه؟ والله العظيم. طب بعد اذنك. طب تعالي ما تخافيش. حقك عليا بعد اذنك. خلاص لو سمحتي، لو سمحتي اشوف بيت عليا. طب مفيش دعوه بيها. ابعدي عني يا شيخ. ايه ده؟ احنا مش هننزل يا جماعه، لو سمحت خرجوني من هنا. في ايه؟ ابعدي خلاص. عايز عايز ايه ده؟ ايه ده؟ تعالي يا استاذه، تعالي. لا معلش خلاص. طب استنى، لا لا استنى. طب تعالي حضرتك ثانيه واحده، ثانيه واحده يا استاذه. مين اللي مش هينفع؟ تعالي يا استاذه، انا هطلع فاصل البرنامج. معلش انا. طب تعالي يا فندم. طب طب تعالي بعد اذنك، طب تعالي بعد اذنك لو سمحتي. استاذه استاذه تعالي. هو انت بتكلمني انا ومش بتكلم هي؟ مش فاهمه هو في ايه. انتوا بجد يا جماعه ولا انا مش على فكره في طاقه سلبيه في المكان هنا. انت شوف. استغفر الله العظيم يا رب والله العظيم. هو انت بجد؟ انا مش طاقه سلبيه، في طاقه سلبيه. رشي رشي، انت عارف رشي اللي بتعمليه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب كنت والله في طاقه سلبيه. طب انا افضل ماشي ده كده وراكوا؟ والله مين ده خسر بيا؟ تعالي سيبك منها، معلش انا 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 هطلع فاصل وهكسبك في الاخر. انت عارفه انا لو ما كنتش حكيت لصاحبتي ان انا جايه النهارده ما كانش حصل لي ده كله. انا 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 ان انا لو عشان حكيت لهم ان انا هكسب النهارده مليون. اصبري بس، سيبك منها، دي مجنونه، دي مجنونه. خلاص خلاص عشان انا ما دخلش. استغفر الله. خلاص خلاص وانا يعني عشان وحدانيه. شكلها كده مجنون. عشان يعني انا وحدانيه ماليش حبيب ولا قريب ولا غريب؟ طب تعالي بعد اذنك، تعالي 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 بعد اذنك، تعالي انا انا واقف. ولا عشان انت تاخدني في المعادي؟ طب استاذنك انا هقف في النص. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. طب عايزين نكمل حضرتك، انا عايز اطلع فاصل. ممكن تقفي الاكل بتاعك؟ اتحرق. انا اسفه يا شيف، انا اسفه. حقك
عليا. خلاص يا حبيبتي خلاص خلاص يا ماما لحق ولا باطل. خلاص بقى يا جماعه خلصوا بقى. هو في ايه بجد؟ خلاص لو سمحتي انا عندي كورونا. والله في طاقه سلبيه. لا اله الا الله. والله في طاقه سلبيه. لا انا عايزه اخرج بره عشان في طاقه سلبيه. طيب كده البتاعه اتحرقت. في مصيبه بتاع في مصايب بتحصل. تعالى دلوقتي البيت بتاعي اتحرق. ممكن تخلصوا الاكل بقى ومحدش يحتاج بحد. انا بيتي اتحرق. بيتك اتحرق؟ البيت غالي والله. البيضه اتحرق يا جماعه. لا تجيبوا لي بيت. انت على فكره لما الاستاذ البيضه اتكسر اتحرقت جبته. طب ما في بيض بس ما فيش مشروم. حضرتك نعمل ايه؟ يا ريتني ما قلت لك يا هند. خلاص يا شيف اعمل ايه دلوقتي؟ ما في ايه؟ انت خلصتي خلاص؟ لو سمحت. ايوه خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. طب هجيب لك بيض. ثانيه واحده هجيب لها بيض واجيب. ثانيه واحده. ثانيه واحده يعني. كده واضح ان ربنا كلمك. انت البشره بتاعتي اتقفل دلوقتي. الايه؟ البشره. مشروع ايه اللي قفل؟ بتاعي النصبه بتاعت سنه وحميده. وانا دلوقتي جايه عشان اكسب. بص انت اكسبي 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 مش مشكله مش مشكله. دي اي حاجه بقى وانت مشكله. خدي يا حبيبتي كله. انا مش عايزه اي حاجه. انت جايه باوبر. ما هو ربنا مش هيكرم. ده رمضان. حبيبتي خدي كله يا جماعه. في ايه البنيه ب 250 جنيه؟ انت ما عندنا برده كده والله. انت فاهمه بس انت في المعادي ولابسه فارو. انما انا بقى غلبانه غلبانه. وبصي حتى لو كان حاجتها غليت يا حبيبتي كلنا غالبه والله لله. كلنا فقراء الى الله. انت عارفه البنت هند هي بتغير مني تكمل. انا خلفت قبلها. خلاص الحمد لله الحمد لله. انا خلاص هسيبك تكسبي وهسكت خالص. انا هسكت خالص خلاص.